الكورت هاوس زي المحكمة، فإذا جت وحدة أبي أطلق ولا يجينا واحد يبي يشتكي وانتد كارفنا أوفر تايم 24 ساعة يروح المحكمة هذه. ملابس بيتأثر عليك في فصل الشتاء أنه بياخذها إجازة، يقول لك والله برد معليش ما أقدر أشتغل، فهذا العيب أنك ما تقدر تشغله، ما تقدر تكرفه. يجلس عند زوجته هناك متدفي وأموره طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من روقان من بنش. حياك الله، تفضل عزيزي المشاهد. وهذه جزيرتنا الجميلة، فيه مباني جلسة تنبني هناك مثل ما شفتوا الأويل بريس عندنا، وفيه الظاهر مبنى هنا بنيته اللي هو المثبتة باتشر، بس كنت أبغى أستكشف وش الشيء اللي ناقص. هذا كوبر، الكوبر هذا بنشوف له طريقة نجيبه، ما في مشكلة. عندنا هانتنج كابين وين ينبني في هذا المكان اللي هو أيوة جنب جزيرتنا القديمة. خلوني أعطيكم فرع السريع عشان تكونون بالصورة، خلنا بلف الكاميرا كذا. هذه مدينتنا الأولى اللي ابتدينا فيها في هذا المكان، ما بقى إلا هنتر وقذر وتكتر وشوية سواليف هنا فيشمان. هذا الفيشنج يبالي أنقله هناك ونحط له سموكر وكذا وشغلات، يصير السمك مش على طول كذا يجيهم للبيوت، يصير يمر على مرحلة زي مرحلة الباربيكيو وكذا. فلابد من تنويع مصادر الأكل، لأن كل ما تتقدم في اللعبة كل ما تزيد شروطهم ومتطلباتهم وفلسفاتهم، يعني باختصار يبدون يتكبرون عليك وتزيد مطالبهم. فلابد مع التطور لابد أنك تزيد من يا سلام، شوف بناء البيوت كيف، هذا بمنشارة وهذا. خلنا نزيد سرعة اللعبة كذا، نخليها ضرب 5. أوكي خلص الحين، بس أنا كنت مثبته عشان أعطي الهنتر، بدي أزيده بحيث يكون 3 من 3. تقريبا الحين 16 توتل الجميع، يعني الجميع وصلوا 3 من 3، مفروض يعني التوتل 15 اللي هو 5 مباني. المهم نيجي المركز المدينة، نشيك على وضع بداية الحلقة مثل العادة. الكوانتيتيز طبعا الشوجر كين هذا يباله مصنع ثابت على 23,000، السبانخ إذا ثبت على 11,644 نعرف أنه برضو نفس نظام الشوجر. السويا بينز راح يفيدنا، ضرويكم بعد شوي. الماي 4700 بسبب أني حاط 5 مصادر كبيرة للماي اللي هي في هذا المكان، تقريبا الواحد ينتج حول 400. طيب فيورنس فيول، البوتيتو 2900، كل شيء أموره تمام، يعني ما في شيء كذا زائد عن اللازم. ما شاء الله ليذا 1200 دقيقة. الخياط، نمسك الخياط نقول له يا حبيبي انت ايش تسوي، الملابس عندنا 700، ملابسنا كويسة. الخياط تقريبا. طيب الفودر بارن هذا ما نحتاجه في هذا المكان اصلا، البارن كله نقلته هنا ووقفت الفودر بارن، ما اريده يزرع. الحلقة الماضية انا نقلته من هذا المكان وجبته هنا بحيث انه يزرع الفودر، بعدين الفودر يدخل في هذا المصنع ومع الماي ويعطينا الفرتلايزر اللي هو السماد. فالفودر هذا مثل ما تشوفون عندنا، اتذكر هذا هو 2400، فما يحتاج اسوي الفارم هذا. يوم يخلص الفودر هذيك الساعة بشغل فارم. الحين بحاول احلل قدر الامكان من العمال، شوفوا متطلب مني 73 من 15 بلدر عشان يخلصون لي الوظائف اللي اوريدي شغاله الحين، انهم يخلصون كلهم يبنونهم كلهم في نفس الوقت، بس انا بخلي 15 بحيث انه يبنون لي حبة. ما انا مستعجل على شيء. المهم هذا بما يخص الفودر، لكن له استخدامات مفيدة اكثر راح نطرق لها بعدين. انا جيت هنا ابغى اشوف عدد العوائل اللي موجودة، 113 عائلة والبيوت 103، يعني في 10 بيوت ناقصة، بس مش مشكلة. مثل ما شفنا في هذا المكان، دقيقة انا قبل شوي قلت بمشي حبة. هذا الجزيرة الاولى، هناك بس موجود فورست وهاربستر ومدري ايش، يعني شوية امور بسيطة. هذه جزيرتنا، الزراعة وبعدها كرمتوا الحيوانات والزرايب. هذه على فكرة في زريبتين جدد مفروض اني اوظفها في حيوانات واقفتلي هناك عند المرفأ، ان ما خاب ظني في نهاية الحلقة الماضية. اي والله شوف عندي البقر وعندي خرفان، خلنا بنرسلهم الى هنا، نخصص اسم الفارم الى شيب. انا عندي شيب في هذا المكان، لا جوتس عفوا، جوتس ايوه هذا المكان بيجينا الجوتس، وهذا المكان مفروض الكاو، ما خاب ظني انه كان البيف كاو اللي هو تاجرنا فيه اخر مرة. خلنا بنتأكد بعد شوي، نوظف 2 بحيث يقومون في هذه الوظائف، بنتأكد بعد شوي ان المرفأ فضى من الحيوانات هذه. هنا فيه اللمبر بدأ يشتغل عندي، اقول له هات لنا لمبر. المصادر هذه كلها بجيها بعد شوي. المهم هذه جزيرتنا الثالثة، مثل ما شفتوا البيوت البيضاء الحمراء الزرقاء
وفي هنا بيوت لسه ما انبنت بنعطيها أولوية. طبعا حق النحل هذا لحالهم بيحتاجون بيوت كثيرة بسبب انها مصانع كثير او خلايا كثير، فممكن انقل خلايا النحل في مكان زي هذا وخلي بيوتهم في هذا المكان بحيث لا يسببون لنا زحمة. البيوت اللي في موجودة هنا اريدهم كلهم شغالين بهذا الاتجاه. راح نتطرق للتصميم هذا بعدين، نشوف المدينة هذه كيف نتوسع بشكل اكبر في هذه الجزيرة. خلنا افتح لكم الماب الكبير لوهلة. حاليا هذا المصانع في هذا المكان، البيوت هنا مقابلة المصانع هنا، وفي هالمنطقة طبعا منطقة شاسعة جدا ودي استخدمها للفارمز زي هذه، بس بتكون بالعرض في هذا المكان، فبيكون عندنا مصدر دخل جدا كبير من ناحية الأكل. طيب هذه نظرة سريعة بس اللي في بالي. الحين اللي يهمني أول شيء نرجع إلى التاون هول الصغير، ما أدري متى راح أبني المطور. طيب اللي يهمنا يا طويل العمر نيجي هنا نشوف الأكل. أول شيء الأكل 35,000 استهلاكنا، وانتاجنا 31,000 فناقص 4,000، فعندنا زائد 4,000 اوكي يسمح لنا بالتطور. ثاني اهم شغلة اللي هي التولز بروديوس 214، الحمد لله حلينا المشكلة، كانت هذه المشكلة عندي في بداية الحلقة الماضية حليناها. ثالث اهم شغلة اللي هي الكلودز اللي هي الملابس والتدفئة. طبعا التدفئة تنقسم الى اثنين، الملابس انتاجنا 10 والخياطين. الشيء الثاني اللي اثر على التدفئة اللي هو الفيول، الفيول ناقص عندي بشكل غريب جدا 916، انتاجنا 2600 واستخدامنا 2800، يعني لازم اضبط الفيول واضبط الفود الكلودز. خلنا بنجي للخياط. بعدين في شغلة غريبة، الفيورنس فيول زائد عندي 3900، ليش؟ مفروض انه على طول يدخل في صناعة الايرون، يعني هذا الرقم مفروض ما تشوفه، اكثر شيء مفروض تشوف 500 لو كل شيء ماشي عندك زي الفل. فهذا الاسود هو نفسه هذا الاحمر، بس المود ما ادري ليش هنا ما غيروا اللون، مفروض يخلونه زي هذا. هذه شغلة ضيعتني صراحة في بداية اللعبة. بس على كل حال الايرون اور دليل برضه ان عندنا مشكلة في الايرون. الايرون اور والفيورنس فيول يدخلون في انتاج الايرون قبل الخياطين. خلنا نيجي عند الفاوندري هذا. الفاوندري هذا هو اللي ينتج لنا الايرون باستخدام الايرون اور وباستخدام الفيورنس فيول اللي زايدين بشكل غريب. فهذا دليل ان العمالة هنا مش كافين او مش متماشين مع انتاجنا للشغلتين هذه اللي هي الاساس. اول مصنع الفيورنس فيول اللي هو المصنع الوحيد اللي هو هذا جنبه، ايوه شغالين عاملين، ما نخليه عامل واحد او ممكن حتى نطفيه مؤقتا ونخليه عامل يساعدنا في بناء الشغلات الثانية لين ما يخلصون فيورنس فيول هذا. والايرون اور ننتجه من تقريبا هنا، ايه هذا بنحوله الى كول. الكول بيتحول الى الستاك بارنر وبعدين بيدخل برضه تدفئه لهذه البيوت، لان الحين انا مش موفر لهم في هذه المنطقه منطقه المصانع اي مصدر يدفون فيه البيوت. عندي خيارين، يا اني اجيب الخشاب الوود كتر هذاك ويعطيهم فاير وود نفس هذا، او الخيار الثاني اني اجيب لهم الكول وادخله في الستاك بارنر. تحصله في هذا الاماكن فيول برودكشن ستاك بارنر، ما خليه جنب المكان اللي يستخرج الكول، وراه بخلي ستوك بايل، ستوك بايل للكول. هذا فيول ستوك بايل اللي هو الشاركول او الكوك اللي هو يطلع من المصنع الاخير، ممكن نخليه هنا لان بتكون كمية جدا كبيرة مخصوصة لهذا. وهذا المينيرال اللي هو مثل ما تشوفون مكتوب الكول من ضمنه، فالكول يطلع من هنا اريده يتخزن مثلا في هذه المنطقة وهذه المنطقة، مفروض انه ما يزيد اصلا عندنا، يعني يتماشى الرقم اللي يطلع من هنا على طول يدخل هنا، بس نحط له ستوك بايل خفيف. هنا في سؤال يجيني من اخونا الفاضل اويل بريس يقول لي من يشتغل هنا؟ نوظف واحد عشان نطلع السيد اويل. السيد اويل هذا باستخدام اكثر من شغلة، ممكن نستخدم السويا بينز مثل ما قلت لكم راح يفيدنا، ممكن نستخدم اكثر من شغلة ويطلع لنا شغلتين، يا سيد اويل يا لامب اويل، هذه اضاءة ما اضاءات كذا للشوارع يمكن ما ادري نشوفها بعدين، او اذا كان عندنا كوتن. ما عندنا كوتن، عندنا فلاكس كثير، خلنا بنستهلك الفلاكس لين ما يخلص وبعدها بنحوله الى السويا بين. الفودر فارم هذا خلاص ما نحتاجه. نيجي للشغلة اللي بعدها، الفلاور عندي 560 شكل غريب، هذا ممكن نحط مصنع عطور، لكن المصانع راح اجي بعد شوي، انا ودي حل كذا مشكلة في بداية الحلقة. اول شيء الخياط، نمسك الخياط، هذا هو صاحبنا الخياط. ايش عندك؟ البف كوت، احنا وصيناه انه يمسك الكيورد ليذل. الكيورد ليذل راح نوقفه ونقول له هذا ما يخصك بالكيورد، امسك
دقيقة قبل أن نوقفها عشان لا تصير عندنا مشكلة. أها ما كان في أحد شغال هنا. طيب على بال ما ينتج هذا كيورد ليفل راح نحول على شغلة ثانية. عندنا فول كوت باستخدام الكلوث، بس الكلوث هذا لسه ما طلعناه، الحين بخبركم شلون نطلع. باختصار لازم أفتح السيدز ويجيني واحد بالبذور يعطيني بذور الكوتون، فالقطن هذا يتحول إلى الكلوث. هذه الطريقة الوحيدة اللي أعرفها، إذا عندكم طريقة ثانية ريت تخبروني. ممكن نستخدم الوول كوت، عندنا إنتاج خرفان يجيبون لنا اللي هو الوول الصوف. شوف هذا الوول 12 حلو، هذا من مين؟ من الخرفان. الخرفان الجميلة هذه يحلقون لها ويعطونا الوول. غير كذا عندك مصدر اللاما، اللاما المفروض برضه يطلع الوول 6، بس تقريبا مش كل موسم، كل موسمين ممكن. هذا البقر جو كويس، وهذا الجوت جونا هنا او الماعز. فالماعز يعطونا حليب، يا سلام. فالحليب يجينا من مصدرين، الحين عندنا من هذا المزرعة اللي هو البقر، وعندنا من الشيب هناك، وبرضه عندنا بقر نوع ثاني، لا عفوا هذا الاحصنة تقريبا كان في هذا المكان. هذا المزرعة فاضية كان فيها البايسون. البايسون شرد ولا ايش يا ولد؟ إسابيتر عمرها 70 عجيز، والله شردوا على العجيز الظاهر. والله اني اذكر كانوا موجودين في هذا المكان، حتى كان في طفل يفرفر في هذا المكان اقول شكله بينطحونه. طيب خلنا نحولها. طيب الخياطين الحين اثنين منهم شغالين هنا، ودي اشوف الوول. خلنا نفرز بالاسم، ودي اشوف الوول بيكون اخر شيء حرف الدبليو، ودي اشوف كم عندنا. ما شاء الله 210 ممتاز جدا، فانتاج الملابس بيرتفع. كويس ان انتبهنا لهذا الشيء. طيب مشكلة الملابس ان شاء الله حليناها. المشكلة الثانية عندنا بالتولز تقريبا برضو في هبوط. 214 استخدم، لا اوكي بيرتفع التولز. الفيول برضو بنحل مشكلته ان شاء الله، بما ان حطينا ستك برنر ثاني هناك. كذا ممكن نقدم الوقت وننطلق. الايرون برضو والستون امورهم طيبة. هذا دراي جودز سبلاير والله ممكن يفيدنا، ممكن يجيب لنا الكلوث، ويصير بدل لا ندور بذور الكلوث يصير كله استيراد من الخارج، بما ان عندنا مصانع كثير فلابد ان نصير نبيع ونشتري الشغلات اللي ناقصتنا، ما بنقدر نوفر كل شيء في المدينة. اوكي عندنا النوع الثاني هذا اللي هو سيدز، ممتاز. سيد ستون وات، اوكي يمكن المرفى نفسه من، وفيه لايف ستوك. هذا اللايف ستوك اللي تقريبا انا بانيه في هذا المكان، اي نعم هو نفسه، وبنحط جنبه تبع السيدز لعل وعسى يجينا الكوتن. فهذه شغلة. هذا خلصنا منه خلاص، تأكدنا الحيوانات كلها الله يكرمكم دخلوا الزرايب. وهذا موضوع السيدز، لأن أهمية القطن جدا كبيرة. هذا وش هو، ليش أنا مثبته؟ أوكي الهنتر ياخذ 4، فخلنا نضاعف الهنتر. واو 20، يعني عندي 5 أماكن تقريبا. أنا متأكد أن أغلب الهنترز شغلهم خربوطي في بعض الأماكن. عندك مثلا هنا خلينا نشوف يا أخي، هذا البيوت وربي يا شباب أنها رهيبة. هذا اللي تيجي فوق بعض جدا 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 رهيبة. ممكن نطورها باستخدام بريك وكلي، مع أن شكلها رهيب الردي ما يحتاج لها أي تغيير، بس يقول لك هذه أدفع. نطورهم على واحد واحد المشكلة، هي سالفة والله. تشوفون المصادر هذيك الصغيرة اللي دوائرها صغيرة، ممكن أخلي هذه الجزيرة بس عبارة عن مصادر اللي يأخذون الدوائر هذيك، عرفتوها ايرون ومدري ايش والسواليف هذه، ويكون قريبة مننا. نفس هذا اللي انا حاطهم هنا، هذا مكانهم غلط. وبشطح بس في هالمنطقة، بمد شارع زي ما تشوفون الهنتر بنيت هنا، في هنتر مدري اذا يبين ولا لا، اللي هو على يمين المصانع. انا في هنتر وقذر، ممكن امد شارع كذا بينه وبين المصانع، ويصير على اليسار هذه المصادر تكون في هذا المكان، يقربون لنا الخشب يقربون لنا كل شيء كذا، اتوقع افضل. لان انا حاليا هالمنطقة كلها كافيتني اني اسسها صح، وبعدين هذا عبارة عن تكرار بيكون هذا المكان. هذيك الساعة بنقولهم كلهم لوراء. في هنا خبصة شوي صايرة اللي هو في جذر فورستر. انتو يا حبايب بالقلب ايش تسوون عند المزارع؟ ستون هاوس جذر وهنتر، وين الجذر والهنتر؟ ايش تسوي هنا؟ نص دائرتك رايحة في المزارع او في الزرايب هذي. طيب هذا لابد اني اسحبهم اجيبهم في هذا المكان، وصير أوقف شارع كذا هنا، هذه المنطقة تكون مخصوصة لهم. ويا هلا بالتاجر، وش جايب لنا الذيبان؟ رد، أوكي
جوتس ما اريد بس ريد فرايسن هذه الواحدة بألف، حلو عطنا ثنتين وخذ لك اربعة ريد شيب، ولا عفوا ثمانية تولز راح ارجعها من المخزن عندي 200 هنا. ايش يسوون؟ لا تغلط الغلطة والتاجر بالتولز تكفى. ريد فرايسين شيء كذا اسمه، اوكي نجيبهم في المكان. وهنا خرفان، هنا بقر توهم جو، انتاجهم بيكون وات سريع سريع 50 حليب. بدينا ننتج الحليب فلا بد ان ايش، لا بد ان يعلقهم عشان اتذكر موضوع الحليب اني اشوفه بعد شوي. خلنا نشوف مزرعة كبيرة نحط فيها الدجاج، او كان اسمهم لونج، 65 دجاج بياخذ في هالمكان، فالانتاج بيكون خرافي. هنا بنسوي سبلت وهنا نعطيه واحد، واو. هنا من 50 بيجيب 25، هنا الماعز كويس لانه بيجيب لنا الحليب برضه، وبيدخل في صناعة الاجبان وبيدخل في صناعات كثير. فخلنا نحط لنا واحد جوتس زيادة ونزيد اثنين في المزارع. هنا الأخيرة راح أخليها فاضية، ممكن يجي لنا مصدر جديد. الماجيكال جاردن ليش أنا معلقة في هالمكان؟ أوكي الماجيكال جاردن هذا إيه ذكرته، وين الهايد أوت حق الهنتر؟ يا سلام يا سلام يا سلام، هذا المخبأ اللي بنيناه الهنت. أنا على بالي بيت، معليش. طلع المكان اللي اشتغل فيه يعني نفسه نفس نظام الهنتين كابين، نفسه نفس هذا. دام كذا حرام يشغل اثنين في نفس المكان. بس شوف فرق الإنتاج، والله ما في فرق، وإلا الليذ الأكثر حتى يجيبه هذا الوحش بسبب المخبأ حق الفنان. 600 فينسن اللي هو لحم الغزلان، يا أخي غريبة، إذا بيتمون على هذا الوضع هنترين في دائرة واحدة. معلومة جديدة هذه، إنتاجهم يكون نفس الشيء. نخلي أربعة نشوف لين ما إنتاجهم يضعف، نزبلهم هنا. هذا اللي خبيته وراي، معليش إني أثبت شغلات هنا، بس هذه شغلات بخليها يعني مش مهمة. وهذا الأويل بريس، بس ودي أتأكد أنه ماشي زي الحلاوة. حلو، بدأ ينتج لنا سيد أويل. سيد أويل وين بيروح؟ أنا أقول لكم، تشوفون الطبيب هذا اللي حطيناه بالأعشاب وطفيناه، هذا الحين بيشتغل. عند الهني وفلاور كان ناقصة كلوث، ممكن خيار ثاني إنه يشتغل بالجلاس، باستخدام الجلاس سيد أويل. هذا هو برضه نفس المكان اللي قبل شوي يعطينا سيد أويل، يعطينا الفيجيتبل أويل، هذا الجنجر جلاس وير. أوكي عندنا مصنع الزجاج، بس الجنجر هذا إن شاء الله إنه عندنا كفاية. خلنا نشغل اللي ما نشوفه يشتكي، اتوقع انه عندي كثير كنت اتاجر فيه. في هالمنطقة انا خليت فضاوة جنب الاسترج عشان ابني زي هذا، عاد الحين دور لي على مكانه. ليتل ستون تشابل، في منه نوع ثاني الوود، الوود برضه ليتل وود تشابل نفس هذا، بس هذا ليتل ستون، والله شكلها اجمل صراحة الابيض، فراح احطه في هالمكان. شكله كوي، اوه في الوان ثانية، في منه احمر، والله وين البيوت الحمر؟ ها صراحة فكرة، بس هذا يغطي تقريبا كل بيتين او كل حارتين من البيوت. انا وش خابص انا في البيوت؟ شوف الفراغ اللي بالوسط، معليش يا شباب اقول لكم الفلافل تأثير الحلقة الماضية. المهم هذا مخرب، اوكي هذا نفس الغرض بس 120 منبر على التطقيم هذا الحلوة، بخليه وبكنسل هذا. هذا الستاك برنر شغال على ايش؟ الكول من وين يجي؟ الكول هذا منتهي مخلص، فلا بد اني اسوي مصنع ثاني عشان لا يوقف المصنع هذا، او انه يجي يسحب لي من مسافة بعيدة اللي هي هناك. نحطها جنب هذا. هلابك هلابك في حضورك في غيابك يا هلابك. طبعا هذا هو الجبل اللي نو كومنت، والله نو كومنت اللي جبنا العيد فيه الحلقة الماضية. جاني انا كومنت بما يخص المنطقة والجزيرة الاولى، يقول لي صلاح السعدي المنطقة الاولى قلبها كلها مزارع، يعني عليك يا صلاح تختصر الموضوع، حط مزارع ولا تفكر كثير. والله فكرة ممتازة برضو. الحين هذه المنطقة لو انقلبت مزارع بتكون مزارع مزارع مصانع وبيوت وكل شيء خلاص. تدري ايش المشكلة يا صلاح؟ لو كثرت مزارع هنا احتاج اني اكثر بيوت هنا. انا الحين شطحت في هذه المدينة الكبيرة وهذه الجزيرة الشاسعة، ودي ابني بيوت كثير واحسها منظمة اكثر، ودي احط المزارع عشان اقدر ابني مدينة كبيرة وبيوت كثيرة. هذه المزرعتين انا نسيتها، سويت اختبار طلب منكم في الكومنتات، بس خلهم يشلون الحصاد هذا اللي باقي بما انها نزرع. ما رويتكم انا وين كانت بيوتهم، والله الاختبار عادل، البيوت جنب بعض. شوف هذا الموسم انتاجه هذا 600 او الموسم الماضي، وهذا 224، ما في نفس 15 في 10 يجيب لك 1000، كيف لا تسألني. خلي بمسك واحد يجيب الويت عشان نكون عادلين، هذا ويت واحد شغال ويجيب لك 1000.
على 15 و10. والله لا أوحدهم 15 في 10 في هالمنطقة كاملة، بسوي لكم زحمة كذا. أدري حسيت أن 15 في 10 قلتش. والله مش طبيعي الوضع. في شغلة مهمة يا شباب، ترى أنا يوم أسوي سكبات ممكن لي يلعب اللعبة يواجه مشكلة عنده في العمالة، في هذا ما يحصل عمالة كافين. أنا يوم إذا أنت مركز يعني على لعبي وتحاول تشوف إيش تسوي وتتعلم، انتبه لشغلة معينة، نصيحة ودي أوجهها لك، أن مسألة الوقت لابد أنك تخليه يمشي، لابد أنك تنتظر المواليد الجدد والبيوت أنهم يعني نفس حالتي الحين، الله على الفيول 1111، فلابد أنك تنتظر ويكون عندك عدد عمالة كافين وتنتظر المواليد، مش شرط أنك على طول تبني بيوت جديدة وكذا، لا، فانتبه من هذا الشيء وحافظ على عدد العمالة، شوف 4 على طول مواليد. جاني تاجرين يا رب اللي أريده، رايس بين فيلد أونين ولا شيء أريده. السيدلينج هذا اللي رويتكم يا شباب 8، سيدلينج يجي بسهولة من هذا المكان لو انكم حابين توظفون واحد والتاجرون بالسيدلينج. هذا هو وين هو هنا، ممكن نشغل واحد ونتاجر بالسيدلينج، سعره حلو 8 وانتاجه يكون سريع. التاجر الثاني جاب لنا نفس الشيء تقريبا، هو نفسه هذا، سوينا دسمس نسينا. الحين كل شيء مفروض فوق الالف، الالف اعتبره صفر، اي شيء قلت تحت الالف مفروض انتبه انه فيه خلل او فيه مشكلة. شوف مثلا تولزي ومنقص 500، تخيلوا ان كنت معتمد على 500 هذه ووقفتهم على 500، فكنت بدخل في ازمة والله لا انتكب، والحين رفعته الى 1500 الليمت، والملابس نفس الشيء 1500، فالشغلتين هذه ضروري جدا انك ترفعها فوق احتياجك 3 مرات، لانها ازمتها ازمة، خصوصا التولز. الملابس مو مشكلة، ملابس بيتأثر عليك في فصل الشتاء انه بياخذها اجازة يقول لك والله برد معليش ما اقدر اشتغل، فهذا العيب انك ما تقدر تشغله، ما تقدر تكرفه، يجلس عند زوجته هناك متدفي واموره طيبة. فلا بد انك تحلل وتجيب الملابس حتى انك تكرفه في فصل الشتاء وفصل الخريف، فصلين بياخذهم منك اجازة بدون ملابس، انتبه لهذه النقطة. في علامة استفهام جتني هنا، فيليج شو ميكر هذا اللي يصنع الأحذية وانتو بكرامة من الجلد المعالج. الجلد المعالج يجي من وين؟ أول شيء يجي جلد من الهنتر بعدين يدخل هنا، بس لسه ما خلص المبنى، يتعالج هنا، بعد ما يتعالج يدخل في صناعة الباوتش أو السدل. ما أعرف كم أسعارهم الباوتش أو السدل، بحط لهم ليمت مثلا 100، أودي على الفاضي كذا. والشوز برضه نفس الشيء، أشوف إذا جماعتي يلبسونه ولا لا، أو يدخل من ضمن الملابس. هذا بينكبني، ما بصير أعرف ملابس ولا أحذية. دام كذا الوضع خلى 2500 الملابس. اوكي خلصوا هذا، لا نقول لهم طيروا. هنا الجزيرة صراحة نحتاج لها الماجيك تول اللي موجودة خلف المصانع، حرام يعني الاطلالة الجميلة هذه ما اقدر ابني فيها اي شيء. نحط لنا مبنى مبنيين كذا فيها، مش معقول يعني، اقل شيء صياد بيكون شكله جميل في هالمكان. يجي صياد فيه له سموكر سموكري شيء كذا، والله اني ناسيه، بس اني بدوره وبحطه في هذا المكان بعدين، اللي هو الباربيكيو اللي خبرتكم عليه. بس في شغله اهم الحين، الحليب اللي يطلع من كرمته البقر والماعز والحلوين هذا، لا ممكن نستغله ونيجي للاكل. شوف هنا او دومستيك انيمال، هذا من اهم المصانع اللي مفروض من بدايه اللعبه صراحه احطه. نصيحتي يا عزيز المشاهد انك تحط هذا المبنى الوايلد سيفيرد، الظاهر اسمه او شيفيرد، زي الجاذر، تعامله كانه جاذر. ليش؟ لان هذا يتطور ويتحول الى جاذر بعدين، فنصيحتي من اوائل المباني انك تحطه. ليه؟ لانه يطول كثير على بال ما يجيب لك الديمستيك انيمال اللي قبل شوي رويتكم نحتاج منه. يدخل في، شوفوا هذا يطلب منه 4 الوول بن، وفي مصانع كثير تتطلب منه. هذا الكاندلز تستخدمه، الكاندلز على فكرة أتوقع مفروض أن يوقفه، بشيك في المنتوري بعد شوي إذا فيه كثير. هذا يوم تسوي أبغريد يقولك more resources production، يعني كأنه يقولك بينتج برضه إنتاج أكثر، أو يدخل حتى اسم المصنع يتحول إلى deep iron ore، مش بس iron ore، يعني بينزلون أكثر. وساعة يقول لي الجراوند بتقدر تستعيدها، يعني الحفرة بتقدر تستعيدها. فأنا صراحة هالنقطة شوشتني، ما أدري هل بيكملون حفر تحت ولا بيعدلون لي الأرضية، فيبيلنا نختبر هذا الشيء بعدين يوم يوصل إلى 0%. أنا أتوقع اختبرت بهذا إن ما خاب ظني، بس خلاص ما يمديني أضغط عليه. أنا كان ودي أشيك على الكاندلز، البي واكس عندي 1172 يا ساتر، والكاندلز 568 اللي هم يجون من البي واكس. خلنا نوفر عمالة من هذا الجميل، نطفي نصهم، عطني عمالة
والكاندلز يقول يوصل. اوه هي الاشكاليه كانت في الليمت، الله يخرب بيت الليمت. الكرافتد يعتبر من الكرافتد ايتمز اللي هي موجوده هنا، هذا ايش مشكلته؟ البوتري مش كفايه. الهوم وير كم انتجت لنا؟ 8. حلو، هذا في بيوت مطوره راح احتاجها، عماير كبيره راح ارويكم اياها الحين. وهذا برضه فيه مشكله، دقيقه حبه حبه. الاربعه بوتري ناقصه. يا بوتري ايش مشكلتك؟ خلينا بنوظف اثنين فيه. يحتاج 8 كلي، عنده نقص بالكلي. الكلي هنا شغالين 5 من 6. ليه 5 من 6؟ اشتغلوا 6 من 6. وكم تجيبون لي الخمسة؟ يجيبون لي 300. خمسة يجيبون لي 300 كلي، كأنها شوي. هذا لا يجيبون لي ساند للزجاج، أربعتهم يجيبون ساند، أربعتهم يجيبون ساند. بحط شور هذا ثاني بشكل ثاني عشان أعرف أنه للكلي. أنا ظاهر أني بنيت شيء اللي هو المرفا، كنا أبعدنا شوي. هذا لثلاث، ونمد لهم الطريق البريك إلى هذا المكان. بريك كم عندي في الستور؟ خلنا نجي حرف البي، حرف البي. بريك 1100. واو يا الفلة. وصلوني نومنز، أقول لهم معليش يا أخوان، للأسف زنجبيل ما عندي، فهذا راح أطفيه، ما عندي خيار ثاني. حتى النوع الثاني يقول لي جنجر نفس الشيء. وعندي هنا هاني، عندي العسل، وعندي الفلور الورود، بس ناقصني الكلوث. على امل انه يجي لنا احد ويجيب لنا الكلوث سيد او بذور القطن. هنا الفشرمان القديمين شغالين والله، 1533 يمشون حالهم. هذا لاهل البيوت القديمه. هنا بسحب لي قرابه 100 خطوه الى الخلف، 93 نخطط فيها المكان. هنا صناعات زي الحليب اللي يتحول الى جبن وغيره، هذه الامور كلها مفروض انها تكون هنا، وصله بين هذه المنطقه والبيوت في هذه المنطقه. هذه راح اهدمها واعدلهم. وهنا شوف اللون الاخير لا باس فيه، بني كذا. الفكره اللي في بالي يا شباب، البيوت الاربعه هذه زيها بس بتكون بالطول في هذا المكان، بحيث اني اسطح للصناعات اللي موجوده هنا. وبعدين بيكون فيه سنتر كبير يعني على عرض البيوت هذه، وبيكون فيه الماركت الكبير، فبتكون عبارة عن مربع كذا، مربع البيوت، وداخلها الأمور اللي يحتاجونها السكان. وتكون البيوت اللي هنا قريبة من المزارع وغيره، والبيوت اللي هنا الصناعات اللي موجودة هنا، وبرضه في صناعات بتكون في هالمنطقة كذا. حس اني اقسمها على شكل مربع. وفي تاجرين جونا اللهم اجعله خير، هذا يستهبل نفس الغرض اللي جاب لي اياه قبل شوي. والله اني قلت لكم يا ريت فيه زر هنا شوته بالشوز الجديد هذا اللي اصنعه. اوه افري فيزيت، كنت معطيه طلبيه على الشغلتين هذه، تصدقون انه يسمع الكلام؟ خلاص ما نبى شيء، افري فيزيت نسوي له نظر. هذه نصيحه جتني، نسيت اسمك والله بس اتذكر صوره البطيخ اللي حاطها، وهذا دليل طبعا على روقانك البطيخ. قال لي عن النصيحه هذه انه يجيك في كل مره يجيب لك الاغراض هذه، او مره واحده او نيفر. فيفضل اذا في شيء تحتاجه ضروري خليه افري فيزيت. والله مثل ما تشوفون رايح جايب الغرض هذا، فنقول له دسمس، كنسلنا طلبيه. الثاني ايش جاب؟ نفس الشيء تقريبا، اللهم الكوكنت، ما احتاج اي شيء منه، بس ممكن اطلب منه الشيء اللي يريده اللي هو القطن. هذا هو كوتن سيد، تكفى. وافري فيزيت ممكن نطلب منه الاوت بعد، الاوت نحتاجه. اتوقع المصانع المسكره هذه او الفارمز المسكر الزجاجي ما يسويهم الاوت. طيب راح انقل حلوين هذا الستون شاك والكول شاك الى ورا كذا الى الخلف در، ونقول للعمال نظفوا لنا هالمنطقه بالكامل. يزيد عندنا الستون وهذه المنطقه والشجيرات اللي موجوده برضه هنا. بحط واحد فورستر هنا، طبعا ثبت دائرة الهنتنج جنب المصانع. هذه المنطقة على اليسار قلت لكم ما راح اشطح فيها، فبخلي واحد فورستر هنا. ثبت الهنتنج عشان لا ادخل في دائرته، وجبت لي فورستر ثاني عشان يمدني بالخشب، واضح ان الخشب بينقصني كثير، ونستغل هذه المساحة والاشجار. فاللي بوصلكم اياه اللي هو البيت هذا، البيت اللي هو عبارة عن 3 طوابق فوق بعض، فبيكون كافي الفورستر ما بياخذ مساحة كبيرة منه.
ما ادري اتوقع اني ما رويتكم اياه يوم جيت اسوي اجهزه المقطع الماضي، اعذروني اللي يلعبون لعبه ممكن يحتاجون مكان هذا البيت. فكل اللي تسويه انك تبني الاول كذا وبعدين الثاني طابق ثاني تجيبه على يمين الاول والثالث تجيبه على يسار الاساس، فهذا الاساسي وعلى يمينه الطابق الثاني وعلى يساره الطابق الثالث، كذا بينبني بشكل خرافي زي البيت اللي موجود في هالمنطقة. هذا عبارة عن ثلاث بيوت، جميل جدا، ويمديك تطورهم كلهم واحد واحد الى اشكال مختلفة، ويكون تدفئة فيه افضل بكثير، والشكل برضه كويس باستخدام الطابوق راح تطور والكلي. ومثل ما قلت لكم ميز بسبب انه ما ياخذ مساحة كبيرة للفورستر، وهذا اللي تحتاجه بدل لا تبني بيوت كثير وتاخذ مساحة عليه. هذا المبنى خلص اللي يقول لكم مهم انك تبنيه في البداية، الوايلد شيفرد اللي هو يمديك تطوره يصير قذر، فانا راح اخليه يشتغل تقريبا موسم موسمين وبعدين راح احوله الى القذر في هالمنطقة. صراحة حرام احط الهنتر الكبير وتروح نص دائرته على الفاضي، افضل اني احط الميني هنتر اللي هو الصغير، وصعب انكم تشوفون دائرته معليش، بس مثل ما تشوفون الاصفر كذا يعني لا باس. ايوه كويس تغير الجو، شوف دائرته جايه كويس في هالمنطقه، يعني نسوي حدود الدائره حقه. والاجمل من كذا ان فيه مساحه هنا للبيوت احطها الهنتر والقذر وغيرهم. طبعا راح استخدم نفس البيوت اللي رويتكم اياها للفورستر، مفيده جدا في هذه المساحات. يا سلام جاب لي الدومستيك انيمال واحد، والله اشتغل كويس، توني بغيت اهدم اسحبه عند الفورستر. خلا ما بزعجه. حلو، لو تذكرون يا شباب اشترنا كوبر اور من احد التجار 30، فبحط مصنع يحوله الى كوبر، بعدين بقدر ابني البتشر هذا. البتشر هذا اللي هو الجزار اللي بنيناه في الحلقة الماضية على اساس يحول لي اللحوم الى انواع ثانية لو تذكرون. جانا تاجرين اوت، جاب لي الاوت وجاب لي يا اخي ايش بس بخمسة آلاف عشان اوردر يا وصخ. ايهي من وين نجيب له هذا؟ نعطيهم شوية وقت ينقلون لي المصادر هذه كلها. هذا خلى بوجهي هنا، يا رب اني ما انساه. هلا بي هلا بي يا هلا بي، ميك يور سيتيزن هابي، والعياذ بالله. هذا الحانة يا شباب لابد نظبط مظابيطها تكون في وسط ال، ما في اكبر من هيك. ايوه هذه الدائرة ولا بلاش، هذا وش يسوي هذا؟ رايس انتو سيك. هنا نتحدث عن السعادة. خب كنسل الماركت هذا والطرق هذه، وربي هذا موقع استراتيجي. شيلي يا مدير، شوف كيف صارت المدينة اجمل هنا، وبعدين سرعة يعني حركتهم الحين يوم شغلهم من هنا لهناك المسافات البعيدة هذه تكون حركتهم اسرع بكثير. حلو الشور هاوس خلصوا الثلاثة، على طول راح اوظف ثلاثة في هالمكان واقول لهم هاتوا لنا كلي، ولا تشتكي يا راعي البوتري تكفى. شوف ما زال في نقص عنده تقريبا. الوحش هذا جاب لي دومستيك انيمال ثلاثة، فينيسس هاردسمان مات من الاولد ايج، وصل عمره الى 80. على طاري السنين، ترى الشخص الواحد في اللعبة يوم تخلص عليك السنة يعني الاربع فصول يوم تخلص تعتبر بالنسبة له 5 سنين تزيد في عمره، فهو حرفيا ممكن 16 سنة يعيش، يعني مش 80 سنة، لان السنة الواحدة في اللعبة تعتبر له 5 سنين في عمره. فلو تقسم 80 سنة على 5 يطلع لك الرقم اللي هو عدد السنين المضبوط. انا تاجر ثاني، وش عندك؟ هورسز، ما نبه هورس، تريد هورس بعد. يلا لو كنت هذا على طول سوي ديسمس عشان يجيك السفينة الثانية اللي بعدها، فلا تسوي اكس كذا على الفاضي. طول التجار هذا، لحاط ثلاثة هنا خايف يروح علي السيد. والله افكر هذا مبنى سيدلينج كم يجيبنا الموسم؟ 176. افكر اخليهم جنب المرفا بحيث يكون على طول فيه ستورج مليان من السيدلينجز. اخواننا في الله ما زالت عندهم مشكلة بالسماد، رغم اني حطيت لهم الستيبل هذا، بحط ستيبل واحد ثاني، والمزارع هذه كلها مش كافية انها توفر السماد لكم 8 مزارع 9. وانا ادور مبنى السماد يا شباب حصلت مبنى الكورت هاوس زي المحكمة، فاذا جت وحدة ابي اطلق، ولا يجينا واحد يبي يشتكي وانتد كارفنا اوفر تايم 24 ساعة يروح المحكمة هذه. شوف البنفسجي يا شباب الدائرة حقها طبعا ما توسع الكاميرا، ف
جبها هنا عشان تقدر تشوف نهاية شيء متعب. فلذلك بخليها في هذا المكان شامل الماب كله تقريبا البيوت كلها خلها كذا مقابلة. هذا طريق المحكمة عشان يوم حد يوصف تعال على طريق المحكمة. حلوين خلينا نشوف دائرته وين توصل. حبيبي حبيبي والله يا شباب مهندس ابو السعادة مبنى خرافي جدا. وبتيجي في السنتر هذا بعد البيوت مشروع البيوت اللي بيكون هنا. اجل سعادة 4:30 ها اوكي ما غير يروح الزراعة والكنيسة والبيت. طبعا ما بحط لهم قاضي الا واحد من المعارف بحيث اي واحد يجي يشتكي على الحاكم توصلني العلوم. نحط لهم حلاق لازم الحلاق. بس ايش الشغلات الغريبة اللي مطلوبة وشكل مبنى مو بعاجبني. دنتست طبيب اي واحد يشتكي من سنه. هذه كلها خدمات بتكون في المربع. بس انا كارف العمالة. كم عامل عندي 17 عامل و 23 مهندس بس ما هم لحقين الشغل اللي اعطيتهم اياه هذه الحلقة. وربي يبكون شوف مطلوب مني 98 عامل لانجاز المهام اللي اعطيتهم اياها. اذا كان يكتب العمال يمكن يكتب لك 200. الله يصبرهم. عشان كذا حاطهم المحكمة عشان ينزلون غضبهم ويشتكون عرفت. وبعدين يرجع البيت كذا وهو منفس على نفسه يحصل احد يسمع كلامه. 3000 فلور وصل تكفى 5000 بسرعة قبل يروح علينا. هذا انا سويت له افري فيزت فبيتم رايح جاي. غريب انهم يسمعون كلامي يا اخي. معقول الافري فيزت هذا يغير؟ والله اشكرك يا اللي حطيت لي الكومنت. يسعد لي روقانك ويسعد لي البطيخة. تاج الراح صح؟ الله يخرب بيتك يا اهبل يا ثقيل دم. 3 تجار حاطكم الله يخرب بيتكم وما وصلوا لي 5000 لين الحين والتاجر روح. وينك وينك ليت عندي صاروخ ارسله عليك. على فكرة اذا فتحت الماب الكبير يمديك اذا تشوف فيه تاجر. شوف هذا هو هذا هو فيصير زي الرادار كذا يمديك تشوف اذا حد مقبل ولا لا. انا لو جوني نومادز اقل من 30 بشلهم. الاكل كيف انتاج عندي 5000 زيادة والله لشلهم. ايش مشكلتك يا حبيبي؟ بيلدينج سبلاي 6 جلاس كافيك الجلاس 24 لمبر. ايوه مشكلته في اللمبر. حطيت لكم لمبر اشكبرة هنا نوظف فيه واحد ثاني. والبريك ووركس عنده مشكلة ناقصة ايش يستخدم 13 كلي ناقصة الكلي. الكلي تعال كويس ذكرني خلينا نشوف انتاجهم هذا الموسم الماضي او الموسم يا سلام يجيبون لي جنجر سلامات. المهم انها 24 كلي الشخص الواحد يجيب 24 كلي يا شباب. وهذا الستة شغالين يجيبون 200. خلي يخلص الموسم بس خلنا نشوف الماجيكال جاردن ليش مثبته هذا من الحلقة الماضية وانا مثبته. وين شغال يا طيب؟ جنب المصانع مع الهنتر. اوكي هذا المبنى اللي كنت اقول بيت ولا شغل طلع هذا قذر هاوس بس في المود مسمينه الماجيكال جاردن الحديقة السحرية تقريبا. المهم يجيب لنا منتجات طيبة والله وهو شخص واحد بس شغال وما تقدر تزيد فيعتبر قذر ونخليه. ما ادري فيه دائرة ما فيه دائرة راح نخليه جنب الهنتر. هذا اللي نسيت ما حط بيوتهم بس يا اخي صادمني انتاجهم يا شباب. انتاجهم الاثنين جنب بعض في نفس الدائرة ولكن راح ابني لهم البيوت هذه اللي فوق بعض. بحط لهم اثنين في هذا المكان مع ماركت ميني ماركت طبعا. والمشروم هذا كويس برضه انتاجه والله مش كويس رهيب رهيب. يعني شوف خلنا نقارنه مع القذر اللي يعتبر الثاني الماجيكال جاردن هذا بس هنا شغالين 4 فمفروض انه اقل شيء 3 اضعاف. الجنجر يجينا من هنا يعني باختصار هذا راح نطفيه. دام جاني سبلاي للجنجر خلنا نشغل طبيب صاحبنا. اشتغل يا عزيزي عندك الجنجر الحين كمل شغلك. معنا الاعشاب عندنا كويسة 418 بس ما تدري في اي لحظة كذا يجيك مرض ولا شيء. ويقول لك الوقاية خير من العلاج فضبط الامور قبل. تذكرون يوم زدت 2 من 2 في جميع المزارع في الحلقة الماضية يوم طلب مني احد في الكومنتات اني اقارن نفس الشيء ما زالوا 1000 سواء كان شخص واحد ولا شخصين. فراح ارجع انقص الى 1 في كل مزرعة.
وكذا دبرنا لنا 6 عمال زيادة. طيب خلص الموسم 36 تقريبا، الشخص الواحد يجيب 36 ضرب 5 يساوي 180. لا رقمهم مقبول صراحة 300. الكلية شكله جدا صعب، يمدينا خليهم 6 يشتغلون في هالمكان. شوف ابن الذين يقول لك The hunter was trampled by a wild boar. هذا يمكن تقول لكم ممكن يموت الهنتر بسبب الحيوانات اللي موجودة المفترسة في الغابة. رحمك الله يا هنتر، فلا تسوي فيها قوي وأنا المتخفي وزابلني في هذا البيت. يا شينها موته، جاه الخنزير الظاهر وهو مسوي اللي منكمش. ليكون اللي كان هنا ما حد، هو شكله هو كنا نطقطق عليه في الحلقة الماضية وجاء افترس علينا الهنتر. وايلد بور، خنزير بري او مفترس. خلص الاختبار يا شباب، فعلا الحين صار ديب، صار ديب زيادة، يعني كأنهم نازلين طابقين تحت الظاهر، مدري تقريبا نفس الشيء، مدري تلاحظون اي فرق. المهم ان هذا ديب تقريبا، ايوه في طابق ثاني هنا، شوف هنا ما في اي شيء، فكأنهم بنوه هنا تحت، الله ما اعرفش. المهم انه هذا الاختبار، فبدل لا تخلص عليك 100% الاولى وتصير خلاص ما تقدر تشتغل فيه زي هذا، لا طوره من البداية. اول ما تبنيه سوي له تطوير، يدخله في المستوى الثاني ستيج 2 ويكون الانتاج فيه افضل. اريد كول لو سمحتوا. وجانا تاجر، وش تاجرين ما شاء الله، الكوتن سيد مرة ثانية، بس هالمرة متحبس لك يا حبيبي، هالمرة ايش متحبس لك. عطنا واحد وشيل 16، هذا كم يسوون لك؟ 4000 حلو، شيل لك 1000 بعد زيادة. تريد الاوت سيد، خلاص غيرت رايي ما اريد، لانه يمديني. نيجي على السريع الى هذا المكان، نحوله من ويت، هذا كله ويت، الى القطن. جميل جميل، كذا وفرنا القطن ولله الفضل والمنة. وشكر مرة ثانية للي علمني طريقة المتاجرة، والله ممتاز، كنت أجل سبكي يا رجل يوم أروح علي التاجر، فحركة جميلة جدا جدا. كذا بنتوسع في صناعاتنا، القطن جدا جدا مهم. صفيتهم على 41 عامل، تخيل عدد معي يا عزيز المشاهد عشان يخلصون الأعمال هذه، لأنهم طفشوني يقسم بالله. مجرد ما كل شيء جاهز المهندسين هذيك الساعة بحوله، بعطيهم كذا سنة مجرد عمال. خلنا ناخذ نظرة، عندنا هنا العوائل 130 والبيوت 110. طيب في هالمنطقة مثل ما قلت لكم احتاج شوية بيوت، فالحين منتظرهم يهدمون وبرص البيوت هنا، بتكون كافية العوائل الجديدة اللي بتشتغل في هذه المساحة. تقدر تيجي تفرز الانفنتوري، تخليه تشوف الايتمات اللي موجودة في بيوت الناس، فشغلة حلوة، يقول لك الامور اللي موجودة. اللي استغربت منه انهم يستخدمون الزيت، الزيت اللي انتجه اوديه للطبيب على اساس ياخذونه الى بيوتهم، اللي هو السيد اويل هذا. ولو حطيت الفيجيتبل اويل راح يشلونه برضه، يحتاجونه في الطبخ. هلا بالتاجر العزيز، صبرك شوي علينا. الملتنج هاوس يا شباب، هذا سيلفر اور او الجولد اور، راح يستهلكه ويحوله الى الصافي زي نظام الايرون، يمكن ان نمسك الايرون اور وكذا، فواضح انه نادر، خله قريب من هذا لانه راح نتاجر فيه. وهذا المصنع اللي جنبه يصنع المجوهرات من المواد الخامة زي هذه الغالية، خلي مسافة شارع. هنا عندنا المصنع يقول لك الوتر سايد دوكس سفن ما سفن، يا الهي هل لازم يكون، اي تقريبا لازم انه يكون طرفه في البحر. موقع استراتيجي هنا اتوقع، بس يبانا نلغي الشارع اللي وراه، او يمدينا نرميه ورا الشور هاوسز، والله مش غلط روح. طيب الهوم ميد والبيلدينج كلهم بنيناهم، الجلاس، كل الصناعات حاليا موجودة هنا اللي تخدم التحويل من منتج الى منتج، يعني من الخام وكذا. ما زلت ادور والله على حق هذا الكوبر ناكبني هنا، هذا اغلبهم بلاك سميث تبع التولز وتبع الايرون، شلون نجيبه هنا؟ نفس الكلام هنا، الحانة اخذنا لنا حانة خلاص. سمول تافرن، هذا يقول لك ستورج للتافرن لجميع انواع الكحول وسموكينج برودكت. حبيبي انت نباك، انت خله جنب الحانة هذه. هنا الفلة، هنا الشغل النظيف،
هنا البارتيات تصير إن أند جاردل. شكلي بكنسل هذاك الأول اللي حطيته. كوفي هاوس، الله هذا الليبل المزاجي مخمخ ودائرته كويسة جدا. يتطلب واحد بيلدينج سبلاي، يا عيني يدلة. الشاي المغربي مروكن تي هاوس، أيوة هذا اللي دور عليه. هذا مصنع العطور، هذا الفلور اللي جالسين تاجر فيه من الحلقة الأولى اللي غثني بعشر تلاف في المخزن عندي مساحة الفاضي. فيه مبنيين له، هذا وهذا، لكن فيه متطلبات غريبة. راح حطهم الاثنين ونشوف ايش نقدر عليه. كلاسوير لا موجود. مطلوب 111 بلدر. ايش سالفة الوحدات هذا الحلقة يا الربع؟ الرقم هذا عادة اشوفه بشكل مبالغ فيه، والله العظيم ما امزح، ما ادري ليش. اذا تعرفون تفسير علمي للرقم هذا، مثلا اشوف الساعة واحدة 11 دقيقة الظهر واشوفها بالليل كثير، في السيارة، في البيت، في الدوام. الا بسألكم، ايش اكثر طوابق شفتوه في اللعبة؟ طابق طابقين ثلاثة، هذا الرابع. طابق طابقين ثلاثة اربعة. شوف عزيزي المشاهد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، لكن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، خامس فوق فيه الوان. يا اخي افكر اني اخليها عماير الجهة اللي وراء كذا، احسها ارتب، او حتى اقلبها عماير بشكل مربع. هذا معي صقر يا شباب، ما هو بقط، اقسم بالله انه طلع من نفسه كذا نط. طيب انا ودي بس بالسومل هذا اللي يضبط لنا الفلور او القمح. ايوه تبخيش تبخيش. انزل زي ما طلعت. لا تكفى لا. هنا الروبري اللي هو يجيب لنا الحبال مع حبال. اتوقع اني بنيته، يبنيته هنا. لسه ما خلص، لسه ما خلص. هذا هو هنا، يا كثر الصناعات. هذا ستاتو كارفر، اعطيني وش عندك. ابن نشوف المصانع هذه كلها، القوائم هذه كلها، المود الثقيل هذا اللي هلا بالحلاق. هذا حلاق الظاهر، لا هذا خياط. هذا يصنع لك الفايبر. ايوه حبيبي كلود، هذا اللي هذا اللي نبغاه. بعد ما جبنا القطن يتحول الى فايبر وترمل. يلا كذا كذا هو ايش المكان هذا احنا نحتاجه، ويحتاج اثنين من شو اسمه البيلدينج سبلاي و70 لمبر. يا ساتر يا ساتر. بيدينج ميكر حلو، هذا من التشيكن، من الدجاج، راح يضبط مخدات ما مخدات والسواليف. وهذا يستخدم الجلد والملح، الجلد المعالج طبعا. ادفانس كلوز، ملابس متقدمة برضه. دائرة حمراء ازعاج، معقول؟ خلاص خلك برا المدينة جنب الحلو هذا. والله ما تدري تحط له مخزن هذا ولا ستوك بايل. خلنا نسوي لهم شارع بعد نتفاهم معاهم. هذا مصنع وهذا اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر، وهذا ايش؟ 15 مصنع يا شباب. راح نبتدي فيهم ان شاء الله الحلقة الجاية. ان شاء الله انكم استمتعتوا. اشكر من تسمين القناة، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. ودي والله اكمل، لكن انا متأكد ان الحلقة ما راح تقل عن 30-40 دقيقة، لاني مصور 3 ساعات. ف يب لا بدني بس اقدم الوقت، وما بقدر اسوي شيء يعني، عرفت. فنشوفكم ان شاء الله على خير. ادعمونا باللايك والكومنت، اقتراحاتكم نصايحكم دائما مرحب بها. وشكرا لكم على المشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.